انه النصر بالتاكيد انه يتعامل مع هذه المباراه كبطوله، لانه فعلا ان تنتصر على الهلال بحد ذاتها هذه بطوله. مثل ما تحدث الاخوان، المنطقه الواقع القراءه الفنيه الى ما قبل المباراه كانت تقول ان الهلال ايش اللي حصل الشوط الثاني تحديدا، اصابه جوميز، تخدير لا، احنا ما كنا نقول من البدايه تخدير، مواجهه نعم، نقول اخطاء اللاعبين بالاسم 1 2 3 4، في اخطاء كثيره جدا، وفي اخطاء يعني انا ما ودي احمل امور اكثر مما تحتمل، لكن يعني فيها خيارات سهله جدا. يعني شوف الكره هذه مثلا، خطا من الكوري ابتداء، ثم خطا مركب من البريك، بالتالي انت ضغطت الكل. احد الزملاء قبل شوي المتداخلين يقول المعيوف مثلا، انا معتقد الخطأين على الاقل ما يتحملهم، كان اخطاء دفاعيه. ليه؟ لان الحاله الدفاعيه واضح جدا رزفان ما كان مركز عليها بشكل كبير جدا. طيب، واحنا من بدايه الموسم نقول الحاله الدفاعيه، الاخطاء الدفاعيه لا زالت تتكرر باكثر، يعني احيانا اخطاء فنيه ممكن ان يعني تتجاوز عنها، احيانا لا، اخطاء واضحه جدا. طيب، المباريات من السهل تداركها في نهايه الامر. مباريات